انطلاقة شوطنا الثاني الذي خصص للحول للمهجنات الأصايل. يا أصحاب السمو الشيوخ، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. نذهب بلا مسار وانطلاق هذا الشوط، أتمنين التوفيق والنجاح. مقدمة الشوطة مباشرة والمركز الأول من تاتي على الصدارة، مطرة لهجن الرياسة ونظافر علي بن ميل الوهيبي، من قدم لنا الشاهينية وأشواق في شوطنا الأول. مع شرف الناموس والانتصار يقدم لنا مطرة في هذا الشوط للحول المهجنات الأصايل، مع مقدمات الشوط هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا المسار. ثاني المراكز سودة هجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق والمسار. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث من حاف لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي من يتابع الانطلاق، مع المركز الأول والثاني والثالث. المركز الرابع تصل الشاهينية لهجن الرياسة هنا بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. النقلة مباشرة هنا من الوصول من الرياضية تعود الملكية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة الفلاسي من يتابع الانطلاق ويرافق هذا الشعار بعملية التضمير. انتقل مباشرة إلى الشاهينية مع المركز السادس لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع الانطلاق للشاهينية وهي محتلة مع المركز السادس. المركز السابع الوصول والقدوم من العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتابع هذا الانطلاق. وصول الجديد هنا مع المركز الثامن هنا النويعس، وصلت النويعس لسمو الشيخ سيب بن خليفة بن سيب بن محمد آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير ومن يتابعها بالانطلاق. وصول وقدوم مع المركز التاسع مشاهدينا الكرام، نجاح لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا المسار والانطلاق. عاشر المراكز وصلت هنا وانطلقت مشاهدينا الكرام، ثرى لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي من يتابع انطلاقها بعملية التضمير. هكذا النداء الأول، هكذا مسار الشوط، شوط الأول هنا للحول المهجنات الأصايل. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى المثلث الذهبي من يسيطر مع البداية والمقدمة والمسار الأول. هنا مطرة مشاهدينا الكرام ومن حاف، وأيضا التقدم الممتاز من سودة المملوكات لهجن الرياسة بقيادة بوليماي للظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاقهن مع المركز الأول ومع المركز الثاني ومع ثالث المراكز. المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع الانطلاق. خامس المراكز وصول جديد هنا من الرياضية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير من يتابع الانطلاق والمسار. هنا يتقدم محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة من يتابع انطلاقها. مشاهدينا الكرام، الشاهينية تنضم مع المركز السادس لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الواصلة مع المركز السادس. سابع المراكز العيل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتابع الانطلاق الزعيم يتولى عملية التضمير. المركز الثامن تقدمت هنا وصلت النويعس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي من يتابع الانطلاق والمسار. القدوم والوصول من نجاح لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق لنجاح مع المركز التاسع. عاشر المراكز من تاتي مشاهدينا الكرام، ترى لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التدريب والعناية التامة. القدوم مشاهدينا الكرام والمسار والانطلاق، الكل يتقدم من المرين.
بشعار هجني أصحاب السمو الشيوخ بهذا الشوط مع انتصاف المسافة، نصل إلى انتصاف المسافة 4 كيلومتر عن خط النهاية، مسافتنا 8 كيلومتر، ما تبقى إلا القليل. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى مطره، يا سلام، مطره مع البداية، مطره مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. هناك من ترافقها مشاهدينا الكرام من حاف وسودة، المملوكات لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي، من يتابع الانطلاق والمسار هنا في بداية المقدمة، في بداية الصدارة على المسار الأول، على الانطلاق الأول. المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع انطلاقها أبو سعيد يرافق هذا الشعار وهي محتلة مع المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يرافقها بعملية التضمير. تصل الرياضية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة، من يتابع هذا المسار والانطلاق. هي محتلة مع المركز السادس وفي سابع المراكز نجاح، وصول من نجاح لهجن الرياسة. الظافر علي بن يميل الوهيبي يتولى عملية التضمير، قدوم وصول هنا وتقدم ممتاز من النويعس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، يتابع انطلاقها. انضمام جديد، وصول جديد من العنود لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. وصلنا إلى جسر العبور، وصلنا إلى 3 كيلومترات عن خط النهاية. التقدم هنا من ثراء لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف هيان سعيد بن مبارك الوهيبي، يتابع الانطلاق. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى المسار الأول، الانطلاق الأول. هناك الصدارة والبداية الأولى والمقدمة من حاف، من حاف مع مقدمة الشوط، من حاف مع المركز الأول لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. الظافر يتابع الانطلاق، يقدم لنا من حاف يتولى عملية التضمير على مقدمة الشوط، من حاف على المركز الأول على الانطلاق الأول 2.5 كيلو عن خط النهاية. المركز الثاني مطرة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي، من يتابع انطلاق مطرة مع المركز الثاني. وفي ثالث المراكز الشاهينية، تتقدم الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، الوصول هنا من سودة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. من الجانب الآخر الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، نجاح تتقدم، نجاح تنطلق هنا لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. العنود تصل لهجن الرياسة مع أبو ليمايل الظافر علي بن ميل الوهيبي. هناك أيضا ثراء لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، يتابع الانطلاق. وصول من العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بخميس النيبي، يتابع انطلاقها. انضمام الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هكذا المسيرة، هكذا شوطنا الأول للحول المهجنات الأصائل. هنا مشاهدين الكرام نعود إلى البداية، من حاف على الصدارة، من حاف مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، منفردة على الصدارة، من تاتي مع مقدمة الشوط تعلن الحضور في هذا المساء مع القيادة، مع المسار الأول، الانطلاق الأول من حاف لهجن الرياسة. الظافر علي بن يميل الوهيبي يتابع الانطلاق لمن حاف. المركز الثاني هنا مشاهدين الكرام في ثاني المراكز، مطرة لهجن الرياسة، الظافر علي بن يميل الوهيبي. الكيلو ونصف الكيلو، ما تبقى إلا القليل. أيها الفطاحة للمضمرين الكبار، هنا بشعاراتي أصحاب السمو الشيوخ وصل المستحيل، وصل المجازف، الشاهينية والشاهينية بقيادة هنا المستحيل والمجازف مع المركز الثاني والثالث. هناك أيضا مشاهدي الكرام سود لهجن الرياسة، هنا أيضا نجاح لهجن الرياسة. حان موعد الانطلاق، حان موعد الانطلاق، حان موعد الإقلاع، يا سلام، مع المنعطف الأخير، من حاف على الصدارة، من حاف على مقدمة الشوط على المركز الأول، مسيطرة منذ البداية، مسيطرة بمسارها بانطلاقها، ما شاء الله تبارك الله. هنا الكيلو الأخير وتغادر الشاهينية، تتقدم الشاهينية الأخرى، تنطلق
ينطلق مع المستحيل والمجازف والظافر بولي مايل مع مقدمة الشوط. يحلو الرجس مع الكبار، يحلو الرجس مع الكبار، وخصيصا للمهجنات الأصايل. هنا البداية، هنا المقدمة من حاف والشاهينية. الشاهينية تتقدم تتسلل، الشاهينية الهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هناك أيضا من حاف الهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. هنا مشاهدين الكرام الرجس يحلو مع الكبار، الشاهينية، الشاهينية مع البداية القادمة المنطلقة. مشاهدين الكرام الواصل، يا سلام، الشاهينية مع المستحيل المنطلقة في هذا المسار. ولكن الشاهينية، الشاهينية ونجاح، وصلت نجاح لهجن الرياسة. ولكن الشاهينية لهجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. سعد الله مساك يا ابو سعيد من يتابع انطلاق الشاهينية. غادرت النتيجة لهجن الرياسة الفوز والانتصار والناموس لمؤسسة هجن الرياسة. تهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة، والتهنئة للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أسعد الله مساك يا أبو سعيد على الفوز والانتصار. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة برفقة المستحيل. المركز الثالث نجاح لهجن الرياسة برفقة الظافر. المركز الرابع من حاف لهجن الرياسة. خامس المراكز مطرة لهجن الرياسة. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنئة للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. ننتظر التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام من مخرج العزيز. والشاهينية هي من حلت الصدارة والمركز الأول. الناموس 12 دقيقة 46 ثانية. وفاء وتمام تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهاني للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، وقطعت المسافة في الزمن وقدره. الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري 12 دقيقة 49 ثانية. جزيمة ثاني. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. ثالث المراكز نجاح هجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي، وقطعت المسافة في زمن وقدرة. مشاهدينا الكرام وننتظر التوقيت الزمني 12 دقيقة 51 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية للظافر علي بن ميل الوهيبي. تهانينا والناموس للجميع.